أهلا فيكم بقناتي، معكم أماني هوجا. اليوم بهذا الفيديو رح نحل نموذج متوقع مذاكرة تانية عن الفصل الأول، هالمرة لطلاب صف البكالوريا. خلونا نشوف مع بعض الأسئلة. ملف الأسئلة غير محلول موجود تحت الفيديو، فينا ناخده نحل الأسئلة وبعدين نقارن أجوبتنا. هادي بقلا عم بيقول لي بالسؤال الأول، أشادكيلردن هانجيسيندي بوشيرلرين تمثيل التي شير أنلايشلري دورو فيرلمشتر، عاطيني شعرين وعم بيقولوا لي هدول الشعرين شو هو مفهوم الشعر اللي بيمثلوا. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yağın bir vatan kalbinin attığı yerdir. فإذن هون شو في عنا مثل صباش مثل عنا يتليك مثل كأنه عم يحكي عن شهداء. طبعا هذا الشعر كتير مشهور، أكيد صار شفتوه عبر السنوات الأربعة وبتعرفوا إنه هو ملي أدبيات زيك بأنيشنة سردوران شير. طيب هون شو عم بيقول لي؟ şimdi kılıksızım fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal bir katta yeni sevabım olacak da ihtimal sen. Bakın hani şu fi عندي مثل كأنه هي منظوم حكاية ما هيك، مثل إنه على شكل حكاية أحداث لكن شعر. فإذا أنا مين عندي هون؟ برنجي يني. سؤال الثاني عم بيقول لي أشادكيلردن هانجيسي توبلومجو جيرچيكچي شير تمثيلچيلرينden biri değildir. واحد من هدول الشعراء ليس من التوبلومجو جيرچيكچي. عارف نهاد آسيا. عم بيقول لي barış, özgürlük, insan sevgisi, gelecek inancı gibi toplumsal temalarla birlikte bunalım, yalnızlık, aşk, umutsuzluk gibi bireysel temaları da işleyen toplumcu gerçekçi şairimiz hangisidir? عم بيقولوا لنا أي واحد من الشعراء التالية هي من شعراء الأدب التركي اللي حكى بآثاره عن الحرية، عن السلام، عن حب الإنسان، هدول يعني مواضيع اجتماعية، وبالإضافة للمواضيع الاجتماعية كمان حكى عن مواضيع فردية مثل الحب، العشق، عدم التفاؤل، يعني اشتغل بأشعاره هم مواضيع فردية وهم مواضيع اجتماعية، وهو من أحد شعراء توبلومجو جيرچيكچي عنا هو أتيلا إلهان. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? فإذن عنا معلومات وعم بيقلنا واحدة من هي المعلومات خاطئة. هون عم بيقلنا إنه نجيب فاضل طالع درجيلر مجلات اللي هي بيوك دو و آج، صحيح. هون عم بيقلنا لأول مرة أحمد هاشم هو اللي عمل صاف شير أوز شير أنلايشي استخدمه بالجمهورية الدونمي. بعض شايرلر لبيرليكتي وارلونا دوام اترمشتر، يعني صاف شير مثل ما بنعرف طلع قبل الجمهورية الدونمي، لكن بالجمهورية الدونمي بعض الشعراء تم مستمروا يشتغلوا على هذا الصاف شير، ومن ضمنهم اللهم صل على النبي أحمد هاشم، صحيح هذا الحكي. سيزاي كاراكوتش ikinci yeni şiir anlayışını, geleneği ve İslam düşüncesini bağlayan bir şairdir. هو شاعر أفكاره مرتبطة بالإسلام والعادات، وهو شاعر بيكتب تحت مفهوم الإكينجي يني. سيزاي كاراكوتش عم نحكي عنه، صحيح. عم بيقولوا لنا عصر الجمهورية ملي أدبيات كونو في سوز بكمندان دوام نتليندر، بنحس إنه عصر الجمهورية، ما بنحس يعني هن عم بيقولوا اترككم من الأحاسيس، عم بيقولوا إنه عصر الجمهورية هو من حيث المواضيع مداوم لعصر الملي أدبيات، صحيح هذا الحكي. هلا عم بيقول لي غريب أكمه هو طلع كردة فعل للإكينجي ينجي لار يانلشتر، عندي هون المعلومة خاطئة. طيب parçada verilen eserlerden hangisi kendisinden söz edilen sanatçımıza ait değildir? فإذا هون عم يحكي عن اللهم صل على النبي عن صناتشي. عم بيقول لك يعني شوف السؤال بده اياك تعرف مين هو هذا الصناتشي، وبعد ما تعرف مين هو هذا الصناتشي تطلع هاي الاثار وتشوف اي اثر من هاي الاثار ايت ديلدر ليس عائد له، يعني مو لإله. طيب خلونا نقرا شو عم بيقول. اصل بشري يشمش olduğumuza dair bir iz bırakmaktır diyen şairi kendisinden geriye düşten güzel ömrümde sükut 35 yaş perçemli sokak adlı şiirlerinin yanı sıra yakın dostu Ziya Osman Sapa'ya yazdığı mektuplardan oluşan Ziya'ya mektupları adlı eser bırakmıştır. فإذا هذا الشاعر شو عم بيقول؟ عم بيقول النجاح الأصلي هو إنه نحن نكون تركنا أثر عن الشيء اللي عشناه. طبعا وعاطيني هون أسماء لأشعاره وعم بيقلنا مين عن مين أنا عم بحكي. طبعا أنا عم بحكي عن جاهد
صدقه. طيب اذا ضلينا على الاثار كلهم لجاهد صدقه ما عدا بارشام للسكاك اللي هي هون، هذا شعر لأوكتاي رفات. طيب عم بيقول لي بوتيزيلارلا إلجيلي olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? فإذن أي وحدة من الخيارات التحت ما بقدر استنتج عن هذا الشعر. عم بيقول لي 11 لهجة. خلونا نعد كم حرف صوتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بكن وقت بدنا نطالع الهجة بالامتحان ما تقعدوا تقسموا لي وتقسموا لي غلط. بيز دي ها في اول صار دي كبير، ويجي طالب ويخربط ويقسم غلط ويطلع معه 10 و12 لحدا يقسم رجاء بالامتحان. اتركوا لي شطارتكم هلا على جنب بالتقسيم. عدوا الاحرف الصوتيه تمام. بكل سطر كم حرف صوتي طلع عندي؟ 11 معناتها تمام. هذا فيه 11 هجه. اذا بتعدوا احرف صوتيه غلط يا ويلكم تمام. طيب دوراكلاردا belirli bir kurala uyulmamıştır. مثل ما بتعرفوا نحن عندنا شيء اسمه دوراك بالشعر، يعني الوقوف بقلب الشعر. هلا كونه هجا 11 فنحن قديش لازم يطلع معنا؟ 6 و5 تمام. لكن هون ما بكل مره محطوط عنا 6 و5. birinci ve ikinci dizelerde ulama vardır. عندي بالسطر الاول والثالث عم بيقول لي عندي علماء. طبعا العلماء علمتكم اياها بدرس الشعر كيف منطالعها، منراجع معلوماتنا، منحضر الفيديوهات. برنجي في اتشنجو إلي اكنجي في دوردنجو زلاردا شابراز وياك. خلونا نشوف A B. بكن نارده رزقاردان A، كريفانوندا B، كوشان A، yanında B. معناتها شابراز كاي. hepsinde redif kullanılmıştır. عم بيقولوا لي كلهم فيهم redif. طيب تعالوا نشوف كيرفانında ويانında داولда ردیف، أما روزگاردان وكوشان ما عندي ردیف. فمعناته الجواب هو B لأنه معلومة خاطئة. Aşağıdaki Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan hangisi romancılığı kadar şiirleriyle de tanınmaktadır? أي واحد من الشعراء اللي تحت أو الأدباء اللي تحت عم بيقولوا لنا مشهور بأشعاره وكمان برواياته، يعني هم كتب شعر وهم كتب رواية. أحمد حمدي تامبنار. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir? فإذن şu عاطيني، عاطيني sanatçı tamam. وعاطيني جنب هاد السanatçı الاسم التوبلولوك اللي هو كان منضم له تمام. خلونا نشوف مع بعض. انا حاطط لكم انه الجواب الخطا هو جودت كرد. طبعا جاهد ظافر اولو ديني دي علي في متافيزيك مزبوط. هون عندنا كنان هلوسي دي مشاله ملي اي جودت برنجيني اديب جانسيفر اكنجيني. لكن جودت كدرت ليس اكنجيني، هو من اليدي مش اليجي لا. فبالتالي ب yanlış yani doğru cevap aslında ama yanlış bilgi. Dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ey vahde min hedol mam nistentij hon an الشعر اللي فوق. عم بيقول لي tam ve cinasli kafiye kullanılmıştır. Tam istihdam kafiye cinasiye ve tam. خلونا نشوف. Umarak büyü gök tüyü. طيب umarak gök kam harf mutashabih ke معناته yarım kafiye. Büy tüy kuş tüyü çünkü ana ü hay lahika. Şu kem harf عندي متشابه. Pardon bakalım. Büyü tüyü buzuldu büyü. Evet büyü hay kelime kamle. Ama tüyü kuş tüyü fehiye kelime kamle. Kem muhde عندي 1 2 3 1 2 3 معناته انا وثلاث احرف شو بيكون عندي؟ زنجين كافيه. معناته عندي يرم كافيه وزنجين كافيه، يعني ما عندي لا تام ولا جناس. فبالتالي هاي الجواب. Aşağıdakilerin hangisinde somutlama vardır? خلونا نذكر على السريع شو كانت الصمتلما. الصمت هي الكلمات اللي بقدر المسها بإحدى حواسي الخمسة، يعني شمها شوفها المسها دوقها. أما الصيوت فهو كان اللي ما بقدر المسه بحواسي الخمسة. طيب الصمتلما هي كلمة صيوت ما بقدر المسها بحواسي الخمسة، لكن تجي بمعناها بالجملة تعبر عن معنى بقدر المسه بحواسي الخمسة تمام. بكن yalnızlık lapa lapa kapıma yığılıyor bu gecede. فإذن هون شو اللي عم يمطر؟ اليانزلك. اليانزلك الوحدة هل بقدر امسكها؟ لا. هل بقدر شوفها؟ لا. هل بقدر دوقها؟ لا. هل بقدر يعني شو اعمل فيها؟ ما بقدر اعمل فيها شيء صح. طيب لكن انا هون شو قصده عم يمطر؟ الثلج. طب الثلج بقدر امسكه؟ بقدر امسكه. معناتها كلمة يانزلك تحولت من صيوت لصمود، فشو صار عندي؟ صمود لما. ننتقل
ننتقل على السؤال اللي بعده. عاطيني شعر وعم بيقولوا لي ديزلردeki söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şu huve söz sanat li mevcut bihad el şair. Bakın Leyla gelin oldu. Leyla Kaysu Leyla Mecnun mezarda. Kaysu Leyla yani Mecnun Leyla. فأنا şu عندي telmih mahen. فإذن şu عندي هون bakın telmih. Bir Susuz yolcu yok şimdi dağlarda, ateşten kızaran bir gül arar da, gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. طيب انا هون شو في عندي çoban çeşmesi يعني الحنفية عم تتكزدر. الحنفية بتتكزدر شيء لا الانسان بيتكزدر. فمعناتها عطوا خاصية من الانسان لشيء غير الانسان. فصار انا عندي هون شو تشخيص. طيب تعالوا نشوف عندي كلمات متناسبة ولا لا. دالار gül kızarmış, ba, çoban, çeşme. Andi kelimat mutenasibe. Tayyip, tamam şuf. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, ateşten kızaran bir gül ararda. Bakın, ateşten kızaran bir gül, yani ambi ulu, enno, الوردة احمرت احمرت من الأتشتان يعني من النار. طيب هل أنا عندي الوردة بتحمر من النار؟ لا الوردة ليش بتحمر؟ لأنه بتفتح يعني بتصير بيجي موسمها. فبالتالي ربط سبب تفتيح الورقة الورقة الوردة بالنار. فأنا عندي هون حسن تعليل. طيب ننتقل على السؤال اللي بعده عم بيقول لي بو الكليري بنمسيان ادبي توبلوك اشادكلردن هانجستر. هون عاطيني مبادئ عم بيقولوا لي اي واحد من هدول المجتمعات عندهم هاي المبادئ. Anlamlı olmak şiir için gerekli görülmemelidir. فإذن عم بيقولوا لنا انه من شان الشعر انه ما كتير مهم المعنى. Şiir bir öykü anlatımcı aracı değildir. Öteki türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. انه لازم الشعر يكون مختلف عن باقي الانواع الادبيه وليس يكون وسيله لشرح حكايه ما. Şiir insanlara yararlı olmak için yazılmaz. انه ما لازم الشعر ينكتب لحتى تستفيد الناس. الشعر انه للفن يعني مو انه للمجتمع. فمين عندهم هي الافكار؟ İkinci yeni. Aşağıdaki şair eser eleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tezekkeru heke ma ba'rif zaman heke televizyon kanu bi'amlu enno akhta ve atharat fe hi akhta ve atharat bas ma rah asta lel akhta ve atharat. Tayyib fa'atina asma kutub ve hatina asma el kuttab tabahon ve am bi'ulu lna fi wahda muwaslina khata yani ism el kitab موصل مع الكاتب الخطأ أو هذا الكاتب يعني مو كاتب هذا الكتاب. طيب أتي لإلها بان سنة مجبورم شعره صحيح بهجة نجاتي أولو كبالو تشارشي صحيح جاهد ظريف أولو إشارة جوجوكلارة اسمة أزال إرابين أما جاهد كلبي 835 سطر فهي 835 سطر هي لناظم حكمة وليست لجاهد. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk şiirinin özelliklerinden biridir? Ey vahde min heyil khasais hiye min khasais şiirit Türkî ba'd am 1980. Şu sahu bu şiir ba'd am 1980? Düz yazıya yaklaşılıp anlatmaya imkan veren temalara yer verilmesi. Yani belleş şiir yisir qarib min nether yani mitl ka'enno am nektub hikaye. Fahadi şi sar ba'd am 1980. 15 nerede? Yok. Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Şu huvette yer ile nehki anno hon. Şiirin akıla kavranılan bir manası olmasına önem vermezler. Bakın. Ma bi'atu ehemmiye lel akıl. İntehel kelam, intehel kelam. Atitkon el kelimen müftahiyye lekil teyyar ana. Tamam. Akıl ve mantığı değersiz bulurlar. L'akıl ve mantık andon malon ehemmiye min hinne sürrealizm. Tamam. Tayyip. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Ey vahde min hedolil khayaratli mevcudin mey mevcude indi bi elbhad el-nas. طيب عم بيقولوا لي مجاز anlamlı sözcükler كلمات لها معاني مجازيه öznel anlatım yani fiil ra'i şahsi bi elb el-nas sayıp dökmelere kişileştirmeye benzetmeye. طيب اذا طلعنا قرانا هذا النص bakın bizler fark etmezsek de günler çay dolu bardaklarla ve telaş içinde kovarlar birbirine yani الايام عم تركض ورا بعضها وعمت شو عم تعمل الايام انه ما عم نحس عليها تمام. طيب mevsimler çayları bir dolup bir boş طبعا هون انه شو قصدهم الكاسات الشاي عم تمتلئ وتتعبى وعم تروح وتجي وتروح الايام. فانا هون شو في عندي معاني مجازيه ما هيك. طيب
تعو نشوف عندي شي benzetme. طبعا ما عندي benzetme. Mevsimler çayları bir dolu bir boşanan bardaklarla dönüp durur. Günün hangi saati olursa olsun avuçlarımızda sıcaklığını hissettiğimiz bir bardak. Bakın هل هو هون عم يحكي لنا معلومة حقيقية أو شيء öğretici؟ لا ما عم يحكي لنا. فبالتالي أنا هون في عندي öznel anlatım. Tamam mı arkadaşlar؟ يعني رأي شخصي. طيب هون صيب دوكملار إنه يوضح لنا شيء، يعني بير أولين açığa çıkarmak، يعني إنه nasıl diyeyim size، يعني يوضح لنا نوع الشيء أو يوضح لنا هذا الشيء اللي عم يحكي عنه، يحكي لنا يورجينا. مثلا افترض انه مثلا حدا عمل شغلة غلط، فأنا شو عملت؟ لفيت وعملت يمين وشمال وعملت انتري كالار وما بعرف شو لحتى ورجي الناس انه هذا عمل شيء غلط، يعني افضحه. عرفتوا كيف؟ انه يفضح الشيء. طيب burada günün hangi saatinde olursa olsun avuçlarımızda sıcaklığını hissettirdiğimiz bir bardak taze çay ile yüzümüz güler, kafamız dağılır, ruhumuz genişler, kısacası onun boğuşuyla uçar gider başımızın telaşı, gönlümüzün darlığı, kalbimizin küskünlüğü. Mevzuyu bu kadar duygusal yaklaşmamızda elbette çaya olan sevgimizin. فإذن şu an يعني يحكي كل هاللف والدوران لحتى أنه الشاي كتير مهم. لا يعني أنه المحبة والأخذ والعطاء بين الناس. فهنا عندي صيب دوكمنار كيشليشتر ما عندي هون المين عم يركض، كان الكاسات الشاي عم تركض ورا بعض، الكاسات الشاي ما بتركض ورا بعض، الانسان بيركض ورا بعض، لكن انا هون ما عندي تشبيه بالنص. تمام، فبالتالي دورو جواب ب. Şiirin bütün göz önüne alındığında bu dizelerde bağlamak kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kelimet bağlamak bir hadis şer. Şu manaha min hedolil hayarat. Harami gibi yoluma aykırı inen karlı da ben yarimden ayrı düştüm sen yoluma bağlar mısın? Fe izen en bi'ul انه التلج نزل على طريقي مثل الحرامي وبعدني عن محبوبتي، هل انت قاطع لي طريقي؟ يعني عم تقطع لي طريقي، يعني بمعنى شو؟ عم يمنعه يوصل لمحبوبته. انجلمك يعني. بيكي bu parçanın anlatımda aşağıdakilerden hangisi yoktur؟ اي واحدة من هدول الخيارات ما موجودين هون. عندي karşılaştırma mukarene benzetme teşbih ad aktarması deyim eksiltili cümle. طيب Yahya Kemal'in ölümlü bir abidinin yıkılışını andırır. هون عم يشبه يحيى كمال ölümü موتو كأنه şey كشيء عظيم عابدة. فبالتالي عندي تشبيه. İstanbul ne kadar üzülse haklıdır. هون مين عم يزعل؟ İstanbul. طيب سنان İstanbul'un dış manzarasında neye tamamlamaktaysa Yahya Kemal onun için manzarasında öyle bir şey tamamlıyordu. Bu bakımından belli yıkılmış bir Süleymaniye'nin yeri Selimiye, Fatih veya Sultan Ahmet'le doldurmak insana mümkün görünüyor ama İstanbul'un içerisinde aydınlatan tek ışık sönünce ne yapılabilir? Hon tek ışık sönünce hon azdan ala Yahya Kemal. فأنا هون عندي ad aktarması. طيب karşılaştırma هون عندي عم يقارن بين الأماكن. طيب ondan sonra nerede diyeyim'e bakıyorum. Eksiltili cümle bu arada yani cümle naksa. Şu yani cümle naksa yani ma fiyya fi'l. هون أنا ما عندي eksiltili cümle. Tamam. يعني ما عندي cümle naksa أو ما عندي cümle انتهت وما فيها yüklem. فبالتالي هي منسميها اللهم صل على النبي eksiltili. طيب خلونا نشوف السؤال اللي بعده. aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur؟ أي وحدة من الجمل اللي تحت ما فيها خطأ كتابي؟ هلا الج ما فيها خطأ كتابي، لكن تعالوا نشوف وين في عندي أخطاء إملائية. أول جملة كلمة إل لازم بحرف صغير وليس بحرف كبير. هون كمان لازم بحرف صغير وليس بحرف كبير. ترك ve Rum kültürün birlikte yer aldığı Cunda'da. Cunda'da لازم تكون متصلة وليست منفصلة. Biz de bir akşam üzeri geldik. Akşam üzeri tiktop muttasile ve leysat munfasile. Yolunuz Ege'ye düşürüp tatlı bir kaçamak yapmak istediğiniz her an, her an sizi tüm huzuru ile karşılamaya hazır cennetten bir köşe var. Cennetten lazımet kun bidun hayil fasle. Fe izan el cey andi ma fiha hata kitabi. بدنا نحط علامات الترقيم بين القوسين المناسبين.
Oldum olası sevmişimdir vapur yolculuğunu. خلصت الجملة وبلشت جملة جديدة وحرف كبير فأنا شو بدي أحط هون نقطة. بو صباح ده 9:15 أنا وقت بيكون عندي ساعة شو قلت لكم اصحى كنت حطوا نقطتين نقطة فقط منحط. دوكوز نقطة أمبش ساعة 9:15 بشكتاش كديكوي هون في عندي من بشكتاش لكديكوي رح يركب السفينة فأنا شو بدي حط هون شخطة ينمدا بير جنج إليندا تليفون كولاندا kulaklıkla kendinden geçmiş. Feizen, hani yanımda bir genç, şu bu hadil genç, elinde telefon, kulağında kulaklıkla kendinden geçmiş vaziyeti bambaşka bir evrende, bambaşka bir hayat yaşıyor. Nokta 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 le şufu hani عندي حرف كبير تمام لكن انا اذا قلت يانمدا بير جنج وحطيت نقطه وخلصت الجمله طب وين اليكلام بالجمله في عندي انا شيء ناقص فلازم احط ثلاث نقاط لانه هون عندي حرف كبير طيب اليندا تليفون فيرجول كولاندا كولاكلك تليفون وكولاكلك فانا حطيت فصلت بين الكلمتين اللي هن ايش قريبلي ابيت arkadaşlar فاذا كنت معكم بحل نموذج امتحان مذاكرة تانية لطلاب صف البكالوريا بتمنى يكون مفيد وان شاء الله بيطلع لكم منهم اسئلة وبتعرفوا تجاوبوا كل حدا قدم امتحان يكتب لي كيف قدم وبس تطلع علامتكم كتبوا لي علامتكم بالتعليقات تحت الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد ولا تنسوا انكم تدعموا القناة لحتى تكبر القناة ونضل مستمرين بشرح جميع الدروس كانديني زي ايه بكم بشارلار دليورم سيزي